بوقفش بقلب أسد ما بخافش ما بترددش ما بتهددش بحاول وما بتعبش بمسك في الحلم وأنا لما بشب بطول السحاب جايز جايز طب ليه لأ صدقت البحر اتشق وما بهزرش أنا ما بخسرش عافر مرة كمان وبفكرك ده أنا هبهرك وهطلع كسبان ده مفيش في قاموسي ده خاص بمسابقة اللغة الفرنسية مسابقة اللغة الفرنسية وطبعا المسابقة كانت بتنزل على الصفحة الخاصة بمدارس خضير وكانت عن طريق نشرة إخبارية باللغة الفرنسية كانت بتقدمها الدكتورة شيماء طنطاوي وكان معاها زياد وملك طبعا عشان نتكلم عن المسابقة هي حق انها تتكلم عن المسابقة اتفضلي يا دوبوزيل طبعا المسابقة كانت بين 16 فريق على مستوى الجمهورية من أماكن مختلفة من أسيوط ولوكسور وطنطا وشبين وأماكن كتيرة جدا المسابقة كانت عبارة عن 15 مهام تقسيمين أسبوعين كل أسبوع كنا بنعمل ريبورتاج وكان بيتنشر على صفحة المدرسة طبعا كوميرتاش أول مهمة كانت عن تفضيل مدينتك اوصف مدينتك طبعا وصفنا مدينة اوسنا واتكلمنا عنها ومساحتها وعدد سكانها والمعالم الموجودة فيها زي المنطقة الصناعية وزي برج المنوفية دوزيانتاش تاني مهمة كانت عن طباسيوم الهواية بتاعتها اتكلمنا عن لوسيكليزم اللي هي رياضة ركوب الدراجات واتكلمنا عن بنمارسها فين وامتى والاشياء اللي احنا بنحتاجها عشان نمارسها تروازيوم تاش ثالث كانت عن بيرسوناج تلاجو شخصية مشهورة اخترنا دكتور مصطفى محمود واتكلمنا عن اعماله والقابه والجوائز اللي حصل عليها كاتنيوم تاش رابع مهمة كانت عن صيغة متيه اللي هي مهنة اخترنا مهنة نتكلم عنها وهي البروفيسور شيرشير المعلم الباحث الحاصل على ماستير او دكتوراه اتكلمنا عن اهمية لا ريشيرش سيونتيفيك اللي هو البحث العلمي دي الاديوكاسيون في التعليم سانكيام ايتاج كانت خامس مهمة عن البلوتان تافورماسيون اللي هي النشرة الاخبارية طبعا مصدرة بتقدم لنا النشرة الاخبارية السكولير المدرسية لكن احنا قدمناها العالمية اتكلمنا عن دي نوبل 10 اخبار ايكونومي اقتصاد وسوسيوتي مجتمع وديكاسيون تعليم وسبور رياضة وميتيو نشرة جوية وغيرها من الاخبار المختلفة الحمد لله ربنا كلل نجاحنا وتعبنا امبارح النتيجة ظهرت وحصلنا على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والمركز الاول على مستوى محافظة المنوفية qui a diplômé aujourd'hui, l'équipe numéro 2, l'office de province, Dr. Hachaïma Yahya Tantawi et les élèves Ziyad et Malak ont 42 les interactions sur les réseaux sociaux, 3760 vues sur Internet. On félicite tous et toutes Dr. Hachaïma Yahya et Tantawi et son équipe, on les a félicités de recevoir leur cadeau. Apportez avec vous vos certificats, s'il vous plaît. Apportez le certificat. Le troisième prix, c'est 3000 livres. Chaque élève et chaque professeur a un 20 livres.
على البروشان كونكور ان شاء الله. ونكرش كل اللي بيرسون او بيان كل البروفيسور كي هو بيتير كيلكو شوز ديفيرون كو دي زوتر ايسيي دو فير كيلكو شوز la compétition entre les élèves ont beaucoup de talent et ont besoin d'un professeur doué, un professeur qui est créateur, qui découvre les talents. للطلاب والمشرفة القائمة على المسابقة هو كان المركز الأول على مستوى المحافظة والمركز الثالث على مستوى الجمهورية. طبعا الطلاب اللي شاركوا مع الدومازيل زياد محمد ملك محمد عفيفي اكتر من كده يعني هو مش بنحسدهم ولا حاجه بس هم خدوا فعلا هنا اكتر من كده كان معاهم شنط امبارح وهم بيتكرموا يعني طبعا لازم اشكر اداره المدرسه استاذ محمد الشحات واستاذ احمد العلم واستاذ عبد الخالق انهم سمحوا لنا ودعمونا ان احنا نعمل الفيديوهات ديت ووفروا لنا كل الامكانيات بشكرهم جدا جدا ومحييهم كلنا ما ربك ما بيهدش ابدا حمل تقيل غل الكتف اللي يشيل